ما علينيش، المفيدة المباراة انطلقت، فما كثير والكثير من الزوايا لازم نقتربوا منهم تكتيكيا بالاساس باش نحلوا المباراة في احسن تحليل ممكن. في المطاف كنا متعودين نعتمد على تحليل ممكن لعب المحترفين، لكن نشوف كيفاش ان كي قدم على مستوى الميد ويتمكن ايجاد تريبل ليبحث على الكواد، لكن يطلق الشوط من عند نيردز في راسه بطبيعة الحال. الفلاش الثاني يوقف لاعبي لينكس ستارز، لان بطبيعة الحال الفلسة والدين متاع لاعبي الفاير ميكس ولينكس ستارز والبوش ميد على اول راوند. اي خلينا نحكيو تكتيكيا احمد، المباراة الاولى للثالثة نفس الاخطاء قاعدة تتكرر، نفس يمكن الأخطاء. صح يمكن شفنا احنا في الماب الاولى والثانيه يعني من كل الفريقين يعني، بس احنا عشان يعني خلينا نقول من سانديب فريق الفاير ميكس قاعد شايفين ابراهيم متعمق اكثر في الحديث عن اخطائهم هيك، طبعا من غيرتنا على المستوى تبعهم ورغبتنا ان هم يكونوا احسن من هيك كثير، لانه عارفين كيف زور كل زملائه كيف ممكن يكون مستواهم عالي. عشان هيك فريق الفاير ميكس شفنا منهم مش بديش اسميها اخطاء كبيره بقدر ما هي يعني اشياء بتكون مناسبه للفريق المكس. نشوفها قاعد تخش على المد بحاول اشرد، اوكي شرد والله تخبى فايبر، وين كان صار جايب كل صار جايب كل الثاني فايبر، لقيت بيك جاي من بايفت لكن ريد زملائه قاعد بموت واحد ورا الثاني 4-2 مره غير شبيكس بايفت هم اخر اثنين بيك اجت، اوكي الباك ستاب حلو جدا شبيكس قاعد محبوس بين مكانين جابوا الهيد شوت ما جاب غيرها، وبالتالي فريق الفاير مكس صار جايب جولتين على التوالي في حين انهم دستو هيهم بداوها في السيتي سايد. ونشوف اذا يونيك ستارز قرارهم بانهم يروحوا تي سايد هو القرار الاحسن ولا لا، لانه شايفين انه فاير ميكس لهجت اوريدي متقدمين. انا بكل صراحه ريت تي سايد بتاع فاير ميكس على مستوى انفيرنو وعلى مستوى كاش وعلى مستوى ميراج وزنا ما ديناهوش على دوستو لمحل هذا السايد، لكن الحاجه متاكد منها انه فاير ميكس ضعيف على الاخر على مستوى تي سايد، انه ما عندوش تاكتكس خاصه بيه ولا حتى يعني تاكتكس ستاندرد مش متمكن انه يقدم بها مردود طيب. فرانك يطلق الشوط نورا الحيط ويبدأ بطبيعة الحال الراوند ب70 هيت بوينت منقوصين ليه بطبيعة الحال، لأن فما لعب متاع أو بالأحرى تواجد لعب فقط في الدفاع على مستوى البوم سايت بي، اللي فما تركيز متاع لعب على مستوى اللونج وتوتر بتصير في أي لحظة مع هذا البوب فلاش بطبيعة الحال اللاعب كول يترك السايت جمش يعرف هل أنه فما شكون قدم على مستوى التونلز، لكن الحسن حظ أنه ما تلقاش شوت ما ميتش خاصة خروجه من البوم سايد بي. بايفوت ممتاز في القراءة متاعه يتخلص من نفسه زيرو كول السبينكس بوزيشن سموك متاعه انه يتوجع على مستوى الشورت سبراي موفق فيه نيردز عشان هيت بوينت متبقين له، يعني المؤاخذة تصير حتما على البوم سايد اي صعيب برشا باش يصير ايقاف لينكس ستارز حاليا. الاوب على سيتي الوول بانج على فايبر باكو كلي لا كرانكو اللي كلي الطلقة الأولى متاع الأوب في شكل وول بانك يظل يوفى الحب هذا راوند ماشي في اتجاه نكساس على خاطره كول ما عنده إلا يو ام بي وصعيب مستحيل يتمكن معناه من المرور. راوند أول هكذا تاخذوا لينيك ستارز عملوا سيف لدبل أوب في حين إنه يعني فريق الفاير ميكس ما قدر يجيب كتير كيلز و اعتقد حيضطر يطلع هكيت فورس باي كامله ان كان حيطلع بالانفور الوحيد 3 ديجلز ويو ام بي في حين الدبل اوب لسه موجودين عند نيك سارز لهلقيت ما شاف ولا حط طلع في الميد او هلقيت طلع حد على الميد المولوتوف حتحرق نيرتس كثير نيرتس حيضطر يرجع لورا فعلا هرب ب 60% بس من الاتش بي تبعته وطلع على الفاير ميكس عاملين ستاك بخمسه باتجاه ليه بطبيعه الحال محاوله بتاع خروج على مستوى الميد او بالاحرى على مستوى الشورت تلقى ديجل كانت قريبة برشا من راس احد اللاعبين لكن في الاخر المطاف يعني ما تلقاه زي بتاعت الحالي وطلع فاير ميكسر يرجع الى خلف حتى اللاعب مفوت على مستوى البوم سايت بي والفايبر اللي هنا عرض روحه للطلقات مجانية. باقي مرة اخرى نرجع للديسيجن ميكر بتاع فاير ميكس ونطرحوا الاسئلة الممكن تنجم تطرحها معناها في حياتك علاش تبيكي على الميدا كيكا وانت عندك ديجل يعني اوكي اديك معلومة فما على الاقل لاعب وشبيكس مورا سموكي تخلص من كرانك نفس الخطأ يقوم بيه كرانك كذلك لكن تحسهم قاعدين يحتقروا في المنافسين متاعهم ولا مفهمتش ما بعرف المفروض الأخطاء في هاي الفترة من يعني من حسية البطولة يعني انت اوريدي صرت لاعب بحوالي 3 بس في 3 فبالتالي يعني خلص المفروض نبتعد شوي اوه في كل على التوب ميد بنرجع للنقطة بعدين البيك اجت من عند زيرو كول مال هاي داعي من الميد لكن اوكي خلنا نطلع على السي فور تاني في سموك تانية بحاول اعمل سبريم جول سموك كول لكن اكل لك شوت فيها
وضعه صعب جدا. كول هاجت هل حتيجي بيك منه على الاوبر، فاجت منه بيك على الاوبر وتخلص منه، لكن لقيت ثلاث لاعبين جايين من جهه تي سبون. هنا وضع كول حرج للغايه، 25 ثانيه او 23 ثانيه، اوه الوقت كثير تاخر. لقيت عم يكسر، لازم يروح ايه، لازم يروح ايه، صعب جدا عليهم. شوف وين حيروحوا، هل حيطلع شورت ولا بي، شورت ولا بي، حيطلع لونج، او اثنين شورت وواحد لونج. نشوف اللاعب في البوم سايد انكي ايش ممكن يسوي. انكي لو قتل اللاعب تبع تبع اللونج خلص حسمها، حسمها، اوه حسمها، لازم يضل عايش، بس ضل عايش لقيت خمس ثواني لازم يجيبها. لا وطي يا الله، 2 سكندز كان بس لازم يوطي، يضل متخبي. ثاني تين كان ضايل، لكن اه قريب جدا هذا الرام، كان فاير ميكس قريبين جدا منهم يحسموه. نتصور اذا كان على استعداد استقبال اللاعبين يقدموا له على الشورت كان ينجم يلقى اكثر نجاعه. اخر مطاف محاوله جيده، وفاير ميكس مفروض عليهم انهم يلعبوا بيستول او بالاحرى ايكو، منافسيهم اليونيك ستارز، معناها عندهم الامكانيه الانتصار. هذه الحاجه اكيد امكانيه الانتصار قائمه، مباراه نزلت طويله مع هذا الفريق الانتصار، وحتى من هالفلول مثل ما فيش اخر سبينكس. اوكي يعني حاولوا انهم يقوموا بستاك على مستوى اللونج اي، في اخر مطاف فلاش وحيد كان كافي لاخراجهم اذا من هذا الراوند. بصراحه سبرينت على سبينكس كان نجم يكون احسن بالمره، يعني فرد فرصه بتاع ممكن كواد ولا اي صلاح. لا وفير التفيرة العاطلة، بس احنا عارفين من اول ماب كيف مشانصة مع فريق اليونيك ستارز. فل باي هلقيت من عند الفاير ميكس، ما في اي ديفيز كيت، يمكن كول قادر يشتري، لا قرر انه يشتري نيد بدل ما يشتري الديفيز كيت ولا حد من فريقه معاه واحدة منها. وبالتالي هلقيت فاير ميكس قدامهم راوند المفروض ما يخسر فيه المصاري تاعتهم. طلع بوش سريعة باتجاه المدور، لكن اوه شاف البوش جاي من اللاعبين. وين رايح يا انكي؟ وين رايح؟ يا اختي لي انفيرنو في الحال يضر طريقه طفيفه التيم ميتس نتاعو. ممتاز كرانكي تبقى بيجي تريبل لا دبل، خاطر يسرق الكيل الثاني اللي يكفي سبريم رسمه بكل سهوله. كول يلقى الكيل على بايفت، كان كان نجم يكون انجع في تخلصه مع من سبيكس، وحسن حظه انه فايبر كان موجود. عوده للتعادل 3-3 اذا حد الان سوليد السيتي سايد تاع فاير ميكس بخليف القفزه الغريبه. اه هاي لمسه بدي احكي عنه، يعني هو بتعرف كيف ان كي اللي عمل الجمب الغريبه هذه، هو شاف اثنين قاعدين بيجروا في الميد رامب وقاعدين بفلشوا تمام. اوه كان في كان في بوش على اللونج، نرجع النقطه بعدين. زيرو كول اول واحد فلاش، اوه حلوه الحلوه الفلاش، طلع حق ضايل لسه واحد محبوس، في واحد قاعد يحاول يساعد زميله المحبوس. وطبيعة سبرين تاع سبينكس يمكنوا يخلص من كرانك. هذا اوب على الارض موجود، ان كي في سبورت يتبقى من ايجي الثانيه، ان كي ممتاز للغايه. اللي ما يبقى ولا نيردز و انفيرنال على الاقل الحيات اقل. 21 وان بوليت، وات ا واي باش توفي راوند، وات ا واي والله حلوه. يعني ان كي لسه كنا بدنا نحكي عن نقطه انه نط النطه الغريبه هذيك من الكاتوك على على الميد دور، لكن مباشره كان قاعد بده يساعد زيرو كول في اللونج، بس اللي سواه انه زيرو كول ضلوا عايش، فبالتالي الاثنين او ثلاثه ضلوا في اللونج بدهم لازم يساعدوا زميلهم اللي محبوس في ورا التراك ب 16 اتش بي. حاولوا يساعدوه مباشره، راح رمى الانفور اللي معاه، حمل اوب كل اولى كل ثانيه ودبل كل وراها، كوات كل ممتاز من عند انكي. خلينا نشوف، لقيت في ثلاث لاعبين من فاير ميكس قاعدين باتجاه بومب سايت، واحد منهم في اللونج واثنين باتجاه السايت والرامب او الجوس والرامب، في حين انه لسه فاير ميكس بيلعب بطريقه واحد بالبي لحاله واحد في المد بتحرك. تطلع على النيد، الله عليك ان كي، الكل الثاني ان كي بحاول يجيب الثالثه، بقدر يجيب الثالثه، جاب الثالثه، الله عليهم. فاير ميكس قاعدين بمسحوا بلاط الشورت تحت الدستو وبوجوه لاعبي اليونيك ستار. بطبيعه الحال نزل الخير موجود لما حاله تو عندك كان راوند عن يونيك ستار، بكر من اجت اي كي 47 وهذا تو بالحق بيكون الامتحان التيست لفريق فاير ميكس في مرحلة أخرى في جان راوند وفول باي آخر، مع رغم أنه منقوصين أوب حاليا لينك ساز، لأنه لازم تخوف كذلك ملكي فاترينا، لأن درجة ينجموا يكونوا مخترين لما حالة اللحمة الأردنية عندها كل إمكانية تفيديها باش توقف يونيك ساز عند حد من شباكس. يعطي الموقع متاعه بطبيعة الحال معلومة متاع أنه فما لاعبين متوجدين على الشوط وعلى اللاور تونلز، بطبيعة الحال قائمة للاعبي الفاير ميكس اللي يلعبوا بطريقة باسف حتى على مستوى الشوط، أو حتى لعب على الشوط. خليهم يمروا وتتعاملوا معهم من بعد، أما الإنسنجير اللي هني ذولي عملت عمل بتاع لاعبين على مستوى الشوط. اللي متخوفين حاليا يونيك ساز، ما يحبوش يعملوا خطوة اللي تنجم تكلف لهم غالية. اللي لعب فقط للتغطية على اللونج، يعني ما نعرفش إذا كان تقسيم اللاعبين بتاع الفاير ميكس يظهر لي نجم يكون أحسن بالمرة في فايبر، حاضر في نفسه البوب فلاش،
الحال مش حاول يتوغل على مستوى الميد ياخو بيك على الأقل ياخو معلومة. لكن دور الأساسي متاع فايبر بخلاف أنه يبحث على رؤوس منافسيه بالديجو ينجح في إجيتهم في 80% من الأقل. لاش على الميد يونيك ستارز من المرور على الشورت المعلومة تمر روتيشن بطيئة للغاية من عنده لعبي الفاير ميكس وفي الحال إنسانديري هذا يتعطل مسار الأمور لي إنفيرنال بقيت التيميتس متاعو إنسانديري باتجاه السايد حال. لكن شوف تمركز متاع اللاعب زيرو كول لهنا اللي يحطه في خطر كبير على الاخر اللي ما عنده معلومة يعرف انه فما سبيل ستابس على مستوى اللونج ينجح في تخلص من نيرد كانت حالي حالي بيخ من نفسي متاعو من الظهر امتاحهم وداخلة ممتازة من عند انكي يتمكن يجيت كيل اول يعني اللاعبين على الاقل على مستوى البلانت يتيح على الارض لكن مازال موجود انكي اوب متاع كرانك يتخلص من بايفت محصول سبينكس يضعين متاع 2 ضد 1 ردوا بالكم يا فارميكس راو بإمكانه أنه يوجد الكلاتش نزل في الانتظار يتمكن من تخلص من كرانك 49 هيد بوينت متبقين لك الاكي 47 بتاع فايبر تشيبينج داون الهيد بوينت بتاع سبينكس قد ديفيوز و 6-3 لصايح الفايرميكس طبعا يمكن باهر 6 روندات صار قد جايبين الفايرميكس بس خسروا 4 لاعبين بس كويسن لسه معاهم مصاري يعني قال واحد فيهم بدأ الراوند بحوالي 6000 يمكن انت كنت تحكي انه تشيبينج دامج من اخر ايش انا كنت حاسس انه قاعد بيستخ بوكسات لانه كان حوالي يمكن 10 اتش بي او 12 اتش بي كل شيء بينزل 3 3 3 بالوول بانك حسيت انه لو راح حمل السلاح وسلخ وفجر هيك احسن اي متاع مانيش نقتلك باش نعذبك ليت مي تيك ماي تايم بالضبط هي هذا احسن شيء فيها انه في الاخير اللاعب لما يكون قاعد بياكل الدمج هذا بيكون بطيء ما بتحرك تطلع حلقيت كرانك اخيرا شاف كرانك شويه لاعبين عشان يقعد يطخ معاهم لقيت جاب اول كيل المرتفع قبل بحاول يرموه على الدور لكن جاب الهيد شوت سبينكس جاب الهيد شوت منعك على كول والفلاش اذا قد حتيجي فيك لازم تيجي انكي الله عليك انكي شاف الاول بحاول تخلص من الثاني خلص على الثاني خلص على الثالث لكن كرانك ساعده 1-3 بطبيعة الحال نيردز مازال شد الموقع متاعو على مستوى التونلز في قطعة سي 4 باش يحاول ينقذ الـ AK 47 ممكن أو يقوم بروتيشن في اتجاه الميد يعني حال ثلاثة لاعبين من الفاير ميكس مازالوا يحاطوا بنفس الموقع وفي الأخير يعني واليوم متخوفين من المواقع الأخرى النجم يخرج منهم اللاعب الأخير تاع فريق اليونيك ستارز نيردز وبالطبع ظاهر أنه مش يخرج من التونلز هذه حاجة أكيدة وذاك عليه عن اللاعبين توا قاعدين يحاطقوا يجي ممكن مخرج الميدل فوق من الويندو دبل دوز والكروس فاير موجود حتى وقت اللي طاح زيرو كول بطبيعة الحال ريفنج كانت موجودة وراوند سابع لصالح فاير ميكس راوند سابع لمصلحة فاير ميكس لقيته خسر اللاعبين في الأول بس تعرف ايش اللي اعطى لفاير ميكس الراوند بعد ما كان 3-4 لمصلحة منافسينهم انه واحد فلش لاعتقد انكي واحد فلش له ومباشرة عمل رش من جوا الدور اللاعب اللي كان عند الكار كان مفلش دخل اخذ البوزيشن تبعت الكار وانت عارف كيف البوزيشن تبعت الكار صعبه جدا انك تتنافس انك تقتل اللاعب وانت رش من التنل انك تتنافس مع هذا اللاعب وبالتالي كانت الافضليه لمصلحه فاير ميكس وهي مره ثانيه بحاول فاير ميكس ياخذ الافضليه في الاول وجابوها لكن هاي المره في بوش اتجاه الميد انكي بصراحه قاعد يلعب بطريقه خرافيه للغايه لان يعني يمر في حال اتجاه السيتي انطلاقا من دبل دوز الحال يبقى على الموقع متاعو في وقت ثلاثة لاعبين تاع لينك ستارز اللي كانوا محاصرين على مستوى الميدل مازالوا محاصرين على مستوى الميدل ما عندهمش كثير من الخيارات وانتظار بطبيعة الحال على مستوى الاكس بوكس على البحث على تمركز اي لاعب كان في وقت السبينكس بالسي 4 متواجد على مستوى التونلز وفر فقط للتغطية التيميت متاعو في صورة انه صار بوش ممكن انطلاقا من بوم سايت بي خيارات لهنا قليلة للفريق الاردني مازال يلعب في أوراق الكل عنده الأسلحة عنده الفاير باور عنده الفلاشز والإنسينديريز ما عنده عليه يخرج من مواقعه حتى كشيرنا بالحق الديسيجن ميكينج بتاع فاير ميكس ممتاز حتى يعني الطريقة صحيحة منتظمة للغاية وبصراحة اللعب الأجريسيف أكثر من لازم بتاع إنكاي اللي في وضع عادي معناه نقول لك اللي ذايه لاعب متهور لكن بصراحة النجاعة موجودة من وراه زي بطبيعة الحال خلينا نعطيه كودوز يعني كيفاش الدوج متاع فلاس في اخر لحظه يتم يونيك ستارز الصوت تاع يوتيليتي ولهنا رانينج بوست يمكن بايفوت من تخلص من كرانك وهيد شوت سهل على ان كي ما كانوش مستعدين كيف ما يلزم الجامبينج بوست بصراحه عطى ايدج واضح للغايه بايفوت يلقى الشوت هذي بطريقه غريبه للغايه هذا التشنيص بتعرف هذا هو التشنيص اللعين يعني انه الجمب شوت اول ما اجت او الجمب بوست اول ما اجت اللاعب تبع البومب سايت لقى حاله ولا كيف وصل هنا مره واحده لقاها هيك اتاكل هيد شوت نفس الشيء تبع الكار
يعني ما لحقش لسه يطخ اول 2 بوليتس او 3 بوليتس كان اوريدي خسران حياته. هذا الراوندز اللي بنسميه 1 ان مليون يعني انت هجت 3 4 اللاعبين تعاونك معهم ارمر ما معهم هذا ارمر قدام انفورس قاعدين بيلعبوا قدام اثنين عاملين ساك في البوم سايد قدام واحد قريب في الروتيشن. كل هاي الامور نظريا صح نظريا بتساعد فريق الفارمكس لكن خلص بتكون هيك شنصت مع طايفت قدر يجيبها. جاب الراوند هاي بكواد كل كل هو جاب كل شيء هو هذا الراوند المفروض يبيك ستارز يكون البوسه على راسه من ورا. لازم فاير ميكس يكون منتبه المناورات من هذه النوع 7-4 النتيجة قاعدة صعب على الفريق الأردني نسبيا. نصور أنه ديش 4 على الأقل باش يكسب الثقة متاعي والثقة متاع الجماهير وحتى ديش 4 نقطة مشكك بصراحة معناها نحب الرأس 16 ومهما كانت نتيجة فريقة إلا يونيك استاز أشباكس بتاعت حال بالله أخلاش على مستوى اللونج محاولة متاع خروج سريع أيضا من عند هذا الفريق يقتل الفاير ميكس يخير انه يلعب بطريقه باسيف عنده الاو في مناسبه اخرى عنده الانفورس كذلك سواب نتاع اسحاب يقتل بايفت شجر عن السيفر ممكن ويغير المسار نتاعو لا فيك فيك و نيك ستارز ماتوا كل اشباكس على مستوى اللونج حول الله جيت انتري ايا كانت اللي عندنا لاعبين هون اللي يحاولوا يتجهوا البوم سايد بيهم فما الا كول في الانتظار. خلنا نشوف هالقضايا دقيقة وعشر ثواني لاعبين الفاير ميكس لهالجيت متوزعين اثنين شورت واحد بوم سايت وواحد ميد وطلع نيد محلاها كيف نزلت سبينكس لسبعين اتش بي ونيرتس لسبعة وثمانين سبينكس المكان تبعه هذا بس يعني حيحافظ على انه لاعبين زملائه الاربعة انه لما يقدموا يقدموا من غير ما يكونوا خايفين منهم بس انا هاي ماسك اللونج شباب واحد بيك سايت بيك لونج انا ماسكه في حين انه التركيز كامل حيكون على السبليت اللي جاي من الشورت هذا مش بخلي من الفاير ميكس ثلاث لاعبين هناك طلع كيف لقيت بيك من ورا المولوتوف سمعها كرانك لقيت اوه شكله مش عارف ان في واحد كلوز شكله مش عارف ان في واحد كلوز لازم بيك جاب الكل الله عليك كرانك وبالتالي عرف ان السيفر هكت رايح باتجاه ايه بيت حال مع نوجه السيفر للاي الديفنس متاع فريق فاير ميكس موجودة وان كي مرة اخرى منقذ لفريقه الله غالب عندي بضع لاجز بعض الاحيان مش متمكن اني اتابع الاحداث كيف ما قاعدة تصير في وقت اللي كرانك يتمكن ايجاد راس شباكس ويتخلص منه انفيرنو إنه عنده مهمة واحدة إيجاد C4 يفشل في ذلك يبقى على رأس بدون نفسي خلص منهم يلعب الإكرامي متاعهم بقيت الحال في وقت اللي يكون أوكي سبري غريب لك في آخر المطاف النتيجة كانت موجودة على الأقل الكل صار وفاير ميكس يلقى أنفسهم راوند إضافي 8-4 مع وضع مالي تطور للغاية لينكساس لكن بشخص هذا الراوند بقيت الحال بشوفوا عليهم أنهم يلعبوا إيكو طبعا طبعا لانه هلقيت هاي اخر مصاريهم قاعدين بيصرفوها الفريق اللي بيلعب في التيرش سايد في حين انه لسه في شويه مصاري يعني نفس الشيء اعتقد فاير ميكس نفس الحاله الماديه بس الاهم من هيك انه ان كي هلقيت مع 22 كيل في 12 راوند يعني في فول كاري هلقيت في واحد قاعد بيشيل الشيله العاطله وهذا الشيء بيساعد فريقك يعني انت نفسيا بتحس انه لما يكون في واحد قاعد بيجيب الكيلز قاعد بيعمل كلتشز قاعد بيعمل انسين تراكس هذا الشيء بحفزك انت كمان في الفريق اه والله هاي بنقدر نجيبها هدول ايزي ضدنا ايزي بنقدر نجيبها هذا فعلا اللي صاير 8-4 هلقيت شفنا كيف قبل شوي كانت دفاع مستميت عن الشورت كان ممتاز من عند الفاير ميكس الخطه من عند يونيك ستارز كانت انه بما انه معانا اوبر في اللونج نقدر نطلع اربع شورت لكن اربع شورت تم تقطيعهم اربا واحد ورا الثاني فقلت افضليه لمصلحه فاير ميكس نشوف الاوب حيقدر يجيب الكل جاب الكل على ان كي لكن نزلوا 14 اتش بي وهذا اللي اعطى انفو لفريق الفاير ميكس انه في محاوله لعب اتجاه مد بطبيعه سقوط اللاعب ان كي يضر بطريقه واضحه اللاين اب تاع فريق الفاير ميكس لحد الان مازال فما حتى معلومه واضحه على وين متواجدين يونيكساس وذاك عليه فما ارتباك واضح حاول نتاع تغطيه الميد انطلاقا من دبل دورز بطبيعه الحال تفكير سليم من عنده زيرو كور على ما اظن يعطي البيك هذا بالاوب بطبيعه الحال يعطي المعلومه الكافيه لفريق الفاير ميكس يقوم بروتيشن في اتجاه البوم ساين بي زيرو كور موجود يوقف اللاعب الاول يحصل على السيفر بالطبع لكن مؤاخذه تصير وتحصل اذا اللاعب كور الباك اوف سايت بطبيعه الحال يعطي الامكانيه لفريق ميكس ستارز من ايجاد البوم بلانت تصور انه السيف الهوني بيكون واحد من الاوبجيكتيفز الاساسي فايبر كرانك لاعب قاعد يقترب من التونلز ممكن في محاولة لإيجاد كيل ولا اثنين يا ربي الإيكونومي نتاع المنافسين نبيعو المطاف عنده فيجن ولا شيء بطبيعة الحال انه يقعد على مستوى اللور تونلز يختلف عن اللاعب متواجد على مستوى التوب ميد ما بين التوب ميد وتي سبون بالأحرى فايبر فايبر وكرانك لقيت لو عملوا سيف الأسلحة تاعتهم مش حيكون معاهم فول باير الراوند الجاي بتاتا فالسيف هنا مهم 8-5 حتصير نتيجة
حيطلع ايكو واحده فريق الفاير ميكس بعدين تصير 8 6 نتيجه يمكن يخلصوها 9 6 ان شاء الله يقدروا يخلصوها 9 6 وهذا هو الشيء اللي فريق الفاير ميكس حيكون باي كل هدف تبعه انه يوصل لهي لهي المرحله 9 10 10 5 هالجيت يعني اصعب شيء اصعب اصعب شيء يعني تطلع حقيت كول هو الوحيد اللي معاه فور ارمور ان كي صعب يكون معاه لك نطلع ان كي قاعد بيشتري اوه شكله مقلول اسكت احمد حاضر حسن قلت لك حبوا على 10 5 وذي الطمع بطبيعة الحال ما قلقش بلاص خلاص على اللونج اي كول يتمكن من ايجاد كيل اول بس ريد كان سبرينت تاعو يتمكن ايجاد دمج كبير وعريض على نفسه الثاني هو انفيرنو كان تعدى بطبيعة الحال البلو بوكس آلية نيد اللي هنا مطلوب كان تعدى تخلص هذا اللاعب يقتل يكون من الزيل مركز مع الباب فلاش لوني ينفضوا من المداخلة متاع مش بايفت سبينكس او نيردز بالاحرى تبقى لها سبينكس على قيد الحياة 9-5 والباي ريد يكون ضعيف لينكس تاس طبعا حيكون الباي ريد ضعيف تعرف ايش الاشي الكويس انه فاير ميكس لسه معاهم مش هجاعة تبعت شباب اسمع قديش معاك ال 4000 انا ما اعرف 500 معكم روح باي الزلمه باي انساك معنا اوبن فور وهذا الاشي يعني بحس انه في بكون شجاعه اكثر في الجيم نفسه في القرارات اللي بتاخذوها اللاعبين انفسهم جوا الجيم لما يكون معاه سلاح ضعيف بتلاقيه بقرر يعمل اشي شجاع اكثر بكثير من لما يكون معاه الفول باي ويكون معاه اوب وفول يوتيليتي هذا الاشي كثير كويس في مرحله ما لكن هالقد احنا شايفين انه فايدهم شايفين هالقد بوش من عند انكا قدر يتخلص من نيرت وعارفين هالقد في بوش عليه الله عليك زيرو كول بالاوب صار ينزل شبيكس نزلنا ل 5 على 3 هكذاك الاكزكيوشن التم بشكون صعب بثلاثة لاعبين على فريق لينكس تاس انهم يوجدوا البلانت كول موجود وفايبر يعني هذا الهالف على نتيجة 10-5 بكل صراحة الهالف هذا كان جيد جيد للغاية مش احسن هالف في فريق الفاير ميكس لكن هالف جيد خاصة كي تخرج على نتيجة 10-5 كل شيء يبقى ممكن لكن صراحة الواحد يتخوف خاطرين السيتي سايد على لينكس تاس قديش منظم حسب رايك هل انه من الممكن الفاير ميكس انهم يتصلحوا على اغلاطهم السابقه ويلعبوا المباراه هذيا بصحه وبدقه كفيري خاصه اعتقد انه لقيت معاهم الحافز النفسي الممتاز يعني لاعبين بطريقه فرديه ممتازه العمل الجماعي عندهم جيد شفنا كيف في بيكس بتيجي بعد فلاشز شفنا كيف الهولز قاعدين بيعملوها صح شفنا اكثر من قرار فردي ممتاز واكثر من قرار جماعي ممتاز فاعتقد انه فاير ميكس لقيت في حاله جهوزيه تامه لانه متقدم فايل ماب ويوصل ل 16 تاعته ويتاهلوا للجراند فاينل تبعت التصفيات الماينر للشرق الاوسط لانه صراحه هلقيت هم في احسن حاله ممكن ندور عليه في ماب دستو مش ماب زي اوفر باس او نيوك نقول والله مش متعودين عليه لا هاي ماب دستو اكيد الكل بيلعب طبعا زين قبل فنتيليق السكند هاف كالعاده نحب نذكر على خاطر فما برشا ريكويست جينا على مستوى الشات هيا وقت تبدا وقت تنطلق وقت تبدا المباراه وين از ذا جيم ستارتنج راه هذه حاجه ماهيش بيدينا مربوطه بالادمنز احنا مكلفين فقط بالستريمينج يعني عرب اي سبورت منظمة واحد ما خاطين تنظيم نتاع هذا الدوري وكيف ما انتم تنتظروا واحده زاده كذلك ننتظروا نعاني وممكن في نفس المخيب اليو اس بريمير سيلنس ايطالي بحس مؤذي للبصر هذا اليو اس بي من غير سايلنسر يعني انت مستعد تسمع واحد بصرخ ما في مشكله لكن تسمع هذا كان جاي صوت اليو اس بي نتاع 1.6 لكن جميل يا اخي كل 1.6 كانت جميله يا اخي يعني لا تحاول ترجعنا لهذيك الايام خلص يعني بعد اذنك اوكي بعد اذنك تعرف يعني في نقطة قبل شوي كنت قاعد بدور عليها انه هلقيت الماينر هي تقريبا ضايل بس مباراة الجراند فاينل بعدها مباراة كم مرة صرنا لاعبين دستو فيها؟ بورتر لعبوا ضد اكس دي تي فاز فيها بورتر اول مرة في دستو بورتر لعبوا ضد نصر فاز فيها طبعا اول مباراة فاز فيها بالاوفر تايم ثاني مرة من غيرها فاير ميكس نفسهم لعبوا ضد جوسي الماب الثالثة 16-4 فازوا وفاير ميكس بتعرف كم راوند جابوا في التي سايد 11 يعني مش في السيتي سايد بس 10 ضد جوسي جابوا 11 راوند وعشان هيك انا عشان هيك بحكي لك انه انا عندي ثقه كامله انه فريق الاكس دي فريق عفوا فاير ميكس قادر ضد اي فريق انه يلعب في التي سايد ويجيب اقل شيء 9 راوندات اقل شيء مش 6 راوندات هم ضايلين لا اقل شيء 9 راوندات خلص هي الباقي والباقي يعمل الله بالضبط اكو لك باش نطلقوا في الهالف الثاني فاير ميكس 10 نيكستارز 5 بيست راوند
بطبيعة الحال هي نقطة ضعف متاع فاير ميكس اللي عقدة ويظهرلي وتحلت هلأنا في نفس السايكل متاع لعنة البيستر راوند، وإلا لي فاير ميكس بشي أكدونا هذه المعلومة بوش من نواحي الكل من عند لينكس تاس يحاولوا يتقدموا بطبيعة الحال على اللونج. الفلاش كانوا ممتازين لكن الأكيرسي هوني متاع من متاع انكي كانت منقوصة للغاية. هيد شوت بطبيعة الحال يتمشي الانفرنو في عقدة الكل يحاول يفتح نفسه والفريق والبوم سايد بي ممتاز الهيد شوت في منطقة بدائية الكل هنا من الطبيعي يعني الكل سهل الفول خاصة انه من نفسه كانوا عنده 10 هيد بوينتس فقط وشباكس يقترب بخطورة للبوم سايد البيك نتاعو ينجم يعني كل شيء الحياة والا الموت ويعتقدنا انه كان الموت يعني من الخيارين اختار احسن خيار ليه بطبيعة الحال وانا ما يحسدوش على ذلك في عقدة الانفرنو لقى نفسه بسبع هيد بوينتس في اللحظة او في ربع اللحظة اللي راح فيها المنافس نتاعو يعني بدأ خطورة لعبي الفاير ميكس ليش ودينا انهم ينتصف في المباراة باك هنا فينيكس تاز اذا بيحاولوا يحافظوا على هالكافلرز على الاقل. اوكي حيحاولوا يحافظوا على الكافلرز يحاولوا يحافظوا على الكيت لكن طلع زيرو كول اوريدي حاطط بوتس السرعة وطاير ورا اول واحد سلخوا الهيتشت وهو بسلخ الستريف تبع الماوس ممتاز جدا هيك قدر بس ينزل الكيت والارمر اللي كانت معاه مضى غير اللاعب اللي هو انفيرنال اللي قاعد في البومب سايت هذا ما تفقدش البومب سايت كان نجم يقتله ما هو انت لما تفكر وين واحد ممكن يسيب يسيب في اللونج يضله في البيت ولا يسيب في اكيد حيسيب في البيت فانت بتروح يعني اوتوماتيكيا بتطلع يا تي سبون يا بيت يعني نادر جدا انا ذاته زوكر فهمت تدخل في الكوب سيوي فهمت قصته يس 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 طلع حقه في بوش على البيت جنت على البي نتسائل وشنو بتكون مدى النجاعه نتاع فريق فاير ميكس بعد خسر لاعبين وسبينكس يفكر اي جي تريبل سبام هوني بالديجل اعطى نجاعه واضحه ستارز بعد خسر الراوند الاول بطبيعه الحال مازالوا يكافحوا انه يبقاو في السباق على المنيه نتاع فاير ميكس متضرر بطريقه كبيره والتسرع اللي هنا كان واضح من عندهم لا محاله وصليح الماكينه نتاع فاير ميكس الراوند تكون صعبة المهمة صعبة على NK الحال كول ترى لاعبين رينا عندهم نجاعة بطبيعة الحال وسكاوت من بايفوت يتخلص من كول على NK إذا عندنا هيد بوينت هكا 47 خمسة لاعبين على قيد الحياة مازالين في MM وسبام لهنا ما عطاش مفعول كبير لكن 45 هيد بوينت يتبقاو الـ NK بعد تخلص من نيردز بطبيعة الحال عنده ل 51 ثانية باش يحاول يصنع حل يحاول يصنع معجزة لفريق الفاير ميكس خلينا نصور باش يحاول سيف لهذا لكي 47 لا طالع على الكار وقال البوم سايت اي حاول يبحث على ظاهر منافسي اما شو باش يعمل معنا انطلاقا مشهور هو هلقيت عارف معاذ انه هو يعني لو راح على الميد الميد ممسوك اكيد انا شفتهم مسكين الميد لو رحت على البي السفر موجود هم مسكين البي فيمكن يمكن يمكن يكون في واحد مثلا من الكار مسك الميد واحد من السيتي مسك الميد بحاول ابيك عليه ما كان في حد هناك بعز الطلب انا بطلع بسيف في البوم سايت وهذا في الاخير يعني كان قرار سليم من عند انكي حتى لسه معاه نايد سموك وفلاش وهذا الشيء كثير مناسب بالنسبه لي لكن قرار انه يعملوا بوش بي ما اعتقد انه كان القرار الامثل شفنا كيف انه واحد بس ماسك الديجل وقاعد بدعس ليفت كليك على الماوس قدر يجيب 3 كيلز يعني مش محتاج حتى اي نوع من السكيل بس ضلك واقف قدام السموك وضلك طقطق بتجيب الكيلز وهذا ليش اللي سواه سبينكس جاب فيه تريبل كيل فالمفروض انه فريق الفاير ميكس يعني مع الافضليه هذه مع زخم الجولات مع لاعبين ممتازين فوت خلص هدي الفريق اللي ضدنا حيغلط واذا ما غلط احنا اساسا احسن منهم بعد الهولد بنجيب الكيل او بنجيب الراوند وهذا ليش الفاير ميكس المفروض يركزوا عليه وهي مع المين فورس باي وتطلع التاج على طول اجت على سبينكس الشميس فاير ميكس بهذه الأسلحة بإمكانهم صنع الفارق عملوها قبل ينجموا يعاودوا الكرة على تواجد متاع تو سكاوتس من بين فايبر و زيرو كول ما نعرفش إذا كان يكون إلمنت اللي ينجموا يستغلوه يحاولوه بطبيعة الحال إلى حاجة إيجابية هذا السؤال المطروح باقي يبقى مصدر مهم سموك والإنسانديري وزي نيد هذا نيد توجع على مستوى الشورت وهذا اللي يصير نيد متاع لينكس ستارز بطبيعة الحال كذا كنت نقوله فسية ما يعني طلقة هواء مش نايف. مش هذاك المعنى اللي قصدك عليه فهمت معنى فسية ليه فهمت معنى فسية ما عملت حد شيء اوكي اوكي مسامحينك لا تقلق عليه شو فهمت بيكوز فسية معناها اخراج الريح وليست اخراج الهواء بالضبط هذاك المعنى اوكي
اوكي الله يسامحك. اوكي اذكر قلت لك طلق الريح. اوكي يبقى انا اعطيتك ماي باد ماي باد. لا لا مش مشكله. شوف هلقيت تعرف هلقيت ضايل اللي بدي اقول انه هلقيت طلع على الدبل سكاوت الموجود عند فايبر وزيرو كول. هاي مشكله لكن طلع هاي صح انك تستفيد من الاكي تبعك مباشره والسكاوت بعدهم بيفتح المجال لهم. في واحد في القوس شافوا اللاعب اللي في القوس وتيكها قبل سكاوت جاي اوه اطلع الهيد شوت من عند فايبر محلاها وطلع حقت سبلت كيف جاي عليه من الشورت ومن اللوك مع بعض. اوكي تاك كملها كرانش وبالتالي مسح كل الفلوس رايت لي يا الله يا الله على ان كي محلى لعبه. أكيد ما كنتش انتظر فيه بصراحة انه رسموه بطريقة هذي ما الله بركة لا هذي مشكلة وارتحنا منها ونكمل. إذن مغامرتنا مع الفاير ميكس ونيك ستارز نعرفش عليه. عندي إحساس لأنه فاير ميكس ونيك ستارز يلعبوا من 8 بتاع الصباح حتى التوى نايس لهنا يخلي من يسوكي نفسي من هيدبوينت جميل كمان عنده يضرب يشتغل قصة الحب. ليه الرخصة مازلت متواصلة؟ ما يحبوش إياك فمازلوا مواصلين في عقلي رغم أنه إنكي يتلقى دينك إلا أنه جيوب بهيد شوت شباكس لهنا يتليح كذلك بسكاوت من عند منافسه فايبر. فايبر لحد الآن قاعد يعمل في مباراة جيدة سيريس جيدة على خلاف بطبيعة الحال الفيرست هاف متاعو على مستوى ميراج لأنه جاي الحلول طول المتبقى في فاير ميكس في هذا الراوند. أوه ممتاز ممتاز الكل من فايبر كليش شانت لكن تخلص مو نفسه يختلي فهم اللعب بتاع الحال مسكر الشورت بتمركز متاعه إلا أنه قوله مازلت موجودة لازم أنه يصير اشتيني ممكن البايفت هو كلاعب قدش ومخطر لكن ما يعرفوش فاير ميكس أنه مرتكز حاليا على مستوى البوم سايد بي إيش و 50 ثانية 50 ثانية بالضبط متبقية قبل نهاية الراوند فاير ميكس لازم يقوم بخيار منو يتقدم على البوم سايت A ومنو يتقدم على البوم سايت B لمحالة شغور وفراغ على هذا الأخير البوم سايت A فارغ تماما. فاير ميكس نجموا يستغلوا هذا الوضع لصالحهم وش يصير بطبيعة الحال فرق تاني نيردز من السيتي يعطي بالفلانك متاعو كرانك لحسن حظو ما كانش نيردز من أنه يقوم بين بوينت على الموقع متاعو ينيك ستاز بيقوم بسيف الأسل حتى هم للراوند القادم. هذه الحاجة وهذا الاشي الصح اللي هلقيت فاير ميكس قاعدين بيعملوه بيجبر يونيك ستارز عنهم يطلع فورس يعني بس يفوز فاير ميكس في راوند كلوز زي الراوند الماضي بكون في حوالي ما بين 2000 و 4000 عند يونيك ستارز فبالتالي بتطلع الفريق النفس للفاير ميكس انه يلا تعال نعمل فورس بيعمل فورس وهذا الاشي بالزياده بكسر مصاريهم لانه فاير ميكس قاعدين يعني بقطعوهم ايربان زي ما بقول انه فعليا كل شيء بيجي واحد بفوز الراوند اللي بعدها وبجيب كل بجيب انتري بجيب كل بعيده ثانيه فهذا الاشي مصعب تماما مهمة اليونيك ستارز اللي هقيت قاعدين بتفشخروا حتى في السيف تاعتهم مش قادرين يسيفوا واللاعب اللي ضل هقيت محبوس في عند التاور بوكس مات مباشرة 13-6 هقيت لمصلحة فريق الفاير ميكس وما في مصاري عند اليونيك ستارز معناه فاير ميكس قريبين من 14 وان كي كل واحدة ويقلط 30 وطبيعة الايكو تاور من عند اليونيك ستارز باش تخرج هذه الحاجة الاكيدة في وقت الفاير ميكس مازالوا منتلي حسيتهم اقوى بياسر من اليونيك ستارز خاطر لازم قوة راهو قوة واصرار كبار باش تنجم تلعب ستيرين تاع بيست 3 في كاونتر سترايك راهو مش ستيلة بالمرة. هو اللاعب العادي عادة من بعد المباراة الأولى يخرج تماما من المباراة يعطي بايفت في الاس بي نتاعو ينتصر على دول امام زيرو كول ونيرد يتخلص من ان كي. عندك تعليق أحمد؟ التعليق صراحة أنه لما أنت بدأت تحكي عن قصة أنه اللاعبين هكذا يعني رجعوا لمود الصبح أعتقد في شيء يعني فاير ميكس هكذا حيعانوا منه مصيبة حتى هي مش بس معاناة. فاير ميكس لعبوا كم ماب الصبح؟ تنتين ولعبوا كم ماب هالجيت؟ ثلاثة هي خمس مابات بديش أحكي لك أنه كل ماب 40 دقيقة بدي أقول لك يعني اسمع حط 45 دقيقة بس لكل ماب باستثنانه كان في اوفر تايم باستثنانه كان بتضلك قاعد على الكمبيوتر طول الوقت تحكي مع الادمنز تشوف الفريق تراجع اخطاء تحكي مع اللاعبين الثانيين تحكي مع زملائك الى اخره. كل هاي الاشياء بالاضافه لهيك لسه عندهم بيست اوف 5 لو هجت فازوا يعني هيكون عليهم يلعبوا اقل شيء 9 مابات اليوم 9 مابات يعني والله لو بيلعبوا حديد لتعب اي اكيد. ورغم هذا الكل فاير ميكس مازالوا قاعدين على تشوف في مردود طيب
يعني مقارنة بالبارح صحيح انه ما مش رح احنا بنسويه، لكن في المطاف المجهود زاد ايجابي وضعي بتاع 3-2. تعرف انه منافسي في ايكوم رقم واحد فقط واللي هو شباك الفاير ميكس لهنا اون فاير مكنو بطبيعه الحال، خاصه كرانك. كرانك بصراحه شخت عليه على الاخر اليوم، اعطاه مباريات عسل بطريقة عامة. كرانك بالحق كان ممتاز في اغلب المباريات، لكن رجل المرحلة انكي بكل صراحة ابدع اليوم على كل مباراة كان موجود وكان ايجابي في الاي جي ار متيرو. طبيعي جدا هاي المرة فول باي، اخر فول باي يمكن يكون من عندي نيك ستار زي كده بيكو على الجهة اللونج، رمى المولوتوف، المولوتوف هاي حتفيدهم كتير، حتقطع اللاعبين عن اللاعب اللي كان طالع اوريدي من عند البلو، وبالتالي حيسيبها الجهة اللونج كلها، ساب لهم كلها وطلع البيك. الله عليك فايبر، صار جايب اول كيل بحاول يجيب الثاني، لكن نيرتس اخذ منه ريفراج وبالتالي طلع حلقة لعب كيف حيكون محشور ما بين اللونج والشورت، ما في غير لاعبين من يونيك سارج في ذاك المكان. وبطبيعة الحال نو انفو واتس ايفر، عادي على الاخر انه فايبر يتيح في البوزيشن هذيك. شنو هي التصور من الحلول اللي متبقين على فريق الفاير ميكس؟ الانجيجمنت هذا ممتاز على الاخر، سبراي من عند كول اللاعبين على قيد الحياة. يظل شكلها راوند اللي وفات توفيت، اعتقد اذا في شيء توفى اللي هي اللاعبين هذول اللي ضايلين بايفوت وسبينكس، يعني يحاولوا على الفاضي لانه واحد منهم له معاه الكيت، الثاني معاه سموك وفلاش، الاثنين في سيتي سبون، السيفر لها مزروعه 10 ثواني، السيفر مزروع على اللونج، في اوب في اللونج، هذه كلها يعني قاعده بتدور في رؤوس لاعبي اليونيك ستارز اللي عارفين انهم حيخسروا، عارفين انه ضايل قدامهم بس راوند واحده ومحاوله واحده بس عشان يضلوا في البطوله، والا فاير ميكس حيسلخوهم شلوت اللي يقولوا لهم اطلعوا برا، احنا اللي طالعين على الجراند فاينلز. وهذا الاشي اللي فاير ميكس قاعدين بيسعوا له من بدايه الصبح، من الصبح لما لعبوا ضد اكس دي تي وخلصوا بس في 3، وهيهم بدهم يلعبوا وهيهم حيخلصوا بس في 3، وبعدين لسه حيطلع على البيست اوف 5 وحيلعبوا اقل شيء مابتين، اقل شيء يعني حيضطروا يلعبوا كمان مابتين اذا ما كانتش اكثر يعني. فعشان هيك فاير ميكس هجت بدنا نشوف كيف قوه التحمل عندهم، بدنا نشوف كيف قوه مش عارف اسميها، بس هي انك تحافظ على عقليتك ثابته بغض النظر عن قديش انت تعبان، تحافظ على قراراتك الفرديه. ايس كولد في لها مصطلح اللي هي الرصانه الذهنيه. يا سلام يا سلام، عرفت انت ليش بتشتغل في الاذاعه عشان تفتح لك خدمتي صاحبي الكليب شو نقول لك، هي في مع الأصدقاء في التعبير الكتابي، في التعبير الكتابي عاد نبدأ في التعبير الشفوي زادة في الغزل بتاع الحرير، خاطر غزل الحرير. توزك الجوك أضحك لا في وقت اللي شبكس يخرج 30 هيد بوينت ونفس الشيء للزيرو بول. إذن فايرميكس على راوند وحيد من هذه السيريز، بيت الحالي نكساز ما عندهمش كثير من الفرص، عندهم الحق في خطأ واحد فادح، وفايرميكس رغم أنه عنده اللوكسري أنه يخسر أكثر من راوند لأنه ماذا بينا إذا كان الفريق الأردني يسكر هذه المباراة في هذا الراوند. لما حال التجربة متاعي مع فايرميكس على 9 مبيت يلعبوها أنه الراوند من هذا النوع هما اللي يخسرهم عادة فريق الفايرميكس، نتمنى عكس ذلك. انتظار من زي المطول سبينكس متخوف، شوف لهنا تغيير التاكتيك اللي كانوا ينتصروا بها لاعبي الفايرميكس في كل راوند تقريبا، انا يمشيوا الاتجاه نتاع الشورت والبومب سايت اي خير وانهم يلعبوا على البي، هذا يمكن تخرج سبراي داون عند انفيرنو، لكن الاوبن يتقدم نتاع فايبر بطبيعه الحال يتخلص من انفيرنو في وقت المولوتوف تقدر على زيرو كول وتسيفر في الحال من قاتل في وسط البوم سايت. كابتن ان كي موجود انترسبشن على مستوى الشورت يلعب مع المنافسين بتاعو مش حارب كيف شتا من الناس يخرجوا له بهذه الطريقة. ما توقعش بتاتا ان يطلعوا له ثلاثة، يعني اوكي واحد طخ عليه واحد، لكن ثلاثة اول ما اطلع على الادج الصغيرة هاي اول ما نط يطلعوا لي ثلاثة، والله لو مش عارف لو مين قاتل اليوم. مين قاتل؟ يمكن قاتل هالجيت 29 واحد، عشان هيك الحظ طلع مش كويس. الراوند ال 23 قد داخلين عليه يونيك ستارز عليهم يفوزوا 8 جولات متتالية بس عشان يضلوا في الجراند فاينل، لا مش حيفوزوا بس عشان يضلوا في السعي من الوصول للجراند فاينل، او في ايد كرانك واربع اي كيس فول باي موجودين عند فريق الاردن الوحش اللي هقت وصل للراوند ال 15 وعارف انه مش بعيد بتاتا عن يوصل للنهائي منه، حيطلع حيتاهل للاسيان ماينر اعتقد ماينر. بالتالي
فاير ميكس قرارهم انهم يطلعوا على البوم سايت بي قبل شويه يمكن قرار بس انه اوكي تعال نحاول البوم سايت بي لكن ما نجحت معاهم روتيشن من الاوتسايد بي الفلاشز اللي بتيجي من الاوتسايد بي دائما بتفشخ اللاعبين اللي بحاول يدخل لكن طلع كول طالها على اللونج بكل شجاعه جاب له هيتشوت على فايفت وضله عايش هذا ليش انت بتدور عليه بالضبط وتوا مبقى الا اربع لاعبين في الخريطه من الفاير ميكس المهمه اللي هنا بيتت اسهل الفريق الاردني وفايبر موجود بهذا الحال فهمت علي فما استيميت المحاولة التدخل على البومب سايد بي كينو فاير ميكس قال لك ليه انا بنقبل بنهاية المباراة الا ما نقدم على هذا السايت استيميتها صحة راس في الفيرا نتصور على الليه تتويج الاوبن عن شباكس على مستوى الايلون ممكن ذلك كان الالمنت يخوف على مستوى البومب سايد بي هذي انا سبينكس وانفيرنو بحال الساعة صعب والمهمة على الفريق الاردني سموك على مستوى الاكس بوكس على نطاع تدارة في اتجاه الشوت وشباكس بشي مثل خطر كبير اللحظة اللي بيخرجوا فيها يخرجوا فيها الفاير ميكس المعلومة بش تمر لعب الاي لونج بش يكون بروتيشن بضع ثواني اخرى ممكن بيها الحال تصعب المهمة لعب الفاير ميكس جاب الحال هيد شوت على فايبر ممكن لانه شكوك انه لعبين ذو متوجدين على مستوى البومب سايد بي لكن شوف خروج موافق لانه عند زيرو يتبقى يجد هيد شوت من شباكس يعني هيد المباراة تين هيد متوقع على سبينكس ما عارف ان كل شيء ممكن لكن خلينا نكون من واقعيين سبينكس من ورا سموك يبقى على المنافسة بتاعه اوسخ فيل في الحياة من سبينكس لما عارف في اخر المطاف هيد بوينتس عند اوب على اي دي فلاش يمكنه من المرور مؤقتا لكن سموك اخرى امامه مش تعادل بامتحان اخر Do you see your opponent? That's the move you do. And then, when knife to this, the revenge man NK.